مش قادر اوفر الـ 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 الاكل ل 15 نفر، فما بالك كمان العلاجات. عن هم سكن قلبه وامتزج بالمرض وقلة الحيلة يحدثنا. انا بخاف اعيا لانه معيش اركب واروح المستشفى، فلا قدرة صحية ولا حتى مالية لأيمن كي يوفر حياة كريمة لأسرته مع استمرار السلطة الفلسطينية بعدم دفع المخصصات المالية لأسرته كونها مصنفة عائلة شديدة الفقر. فيخنقه الكلام ويتحول لدموع تعبر عن ما أحاط رقبته من دين وعجز يفاقمان همه دون بصيص أمل لإنهاء معاناته. أنا مستفيد للشؤون الاجتماعية، لكن بالاسم أنا أبو 15 نفر، أولادي طلعتهم من المدرسة لأنه مش قادر، ما فيش شكات شؤون أو فيش بيعطوناش مستحقاتنا. أنا كمريض أبو يعني شهريا بدي أدنى حد 100 دولار، علاجات هذه مجبر والزامي من الصيدلية، طب تبع الصيدلية وقف علينا، طب وإحنا لغيرهم وقف علينا. اليوم تبعون الصيدليات 3-4 بدهم ديون. وعودا بالالتزام بمواعيدها. مرة واحدة فقط خلال 29 شهرا صرفت وزارة التنمية الاجتماعية المخصصات المالية لهؤلاء الفقراء. تظاهروا كثيرا واعتصموا مرارا ولكن دون جدوى. ما يقارب من 29 شهرا لم يصرف به إلا شك واحد، والأسر الشؤون الاجتماعية كما أسلفت والآن في المؤتمر بتفاصيل من هم مستفيدين الشؤون الاجتماعية، هم 53 ألف من المعوقين، وهناك 28 ألف من اللي هو كبار السن والمرضى، وهناك ما يقارب من 37 ألف امرأة ومطلقة وأرملة و 725 منفصلة، هناك أطفال لدى عوائلهم منتفعين الشؤون الاجتماعية. أما وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة فقالت لا علاقة لها بتأخر الصرف، بل إنها تسعى جاهدة لتوفير حقوقهم. نحن ليست لدينا معلومات عن هذا التأخير، وإنما جهودنا المبذولة إن شاء الله سيكون قريبا هناك رد على كل التساؤلات التي تسألها وزارة التنمية بغزة، لماذا هذا التأخير، وسيكون هناك إن شاء الله قريبا يعني تصريحات تؤكد لماذا هذا التأخير ومتى سيكون موعد الصرف النهائي لهذه الدفعة. ويذكر أن أكثر من 80 ألف أسرة في قطاع غزة وحوالي 45 ألف أخرى في الضفة الغربية كانت تنتفع من المخصصات المالية التي كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تصرفها لهم، أما الآن فلا مصدر دخل لهم في مجتمع ترتفع فيه نسب الفقر والبطالة بشكل متصاعد. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.